السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدية يوتيوب لأحوال الطقس نعود إليكم من جديد ونقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الجمعة 6 ماي إذن متابعينا نبدأ بالفترة الصباحية حيث نتوقع لأمطار وتبقى تشمل بإذن الله تعالى ولية الطارف عنا بسكيك دايجيجي البجاية تزي وزبو مرداس الجزر العاصمة إلى غاية بازا ولاية البوليدا البويرة برج باررج ولاية سطيف ميلا قسطنطينا جالما سوقها إذن هذه المناطق ستبقى تشهد أمطار خلال الفترة الصباحية مع هبوب رياح قوية على المناطق الشرقية سواء الساحلية منها والداخلية إلى غاية شمال الصحراء والوحات خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى المساء الأمطار ستبقى تشمل كل المناطق الساحلية الشرقية والقريبة من السواحل خاصة مناطق شمال قسنطينه شمال ميلا شمال سطيف شمال برج باريج وكل السواحل من ولايات بومرداس تيزي وزو بجايه جيجل نابا عنابه والسوق وهو واذن ولايه اقلما اذن متابعينا غيث نافع ان شاء الله لكل هذه المناطق الجزائريه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته